الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم من أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة سويحان. نحييكم مع استمرارية سباقات سن الفطامين ضمن صندوق ميدان الشيخ سلطان بن زايد، حيث تعلن انطلاقة السباق 11 في مجموعة السباقات التي أقيمت لسن الفطامين في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق 13 من مارس شهر 3 لعام 2023. انطلق أول أشواط المشتركات لبكار الفطامين 1500 متر. نسير مشاهدين الأعزاء لدى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، من تتواجد على الصدارة وتنطلق بشعار خليفة بن 70 المحرمي ياتي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شندارة ناصر بن حمد الكربي، بينما المركز الثالث فتتواجد بهذه الانطلاقة وبهذا الإبداع الكبير تدخلت أيضا نهب سعيد بن سالم الكعبي. تصل كذلك مشاهدين الأعزاء أمجاد حاضر بن علي بن حاضر المزروعي مقدما انطلاقة أمجاد على المركز الثالث. أول الانطلاقات والتحديات الصباحية للجيل الصاعد ولسن الفطامين بنوعيات تظهر لتظهر بالفوز والانتصار في أرضية هذا الميدان المتميز بنوعياته النادرة والسبق. الله بن 70 يقود الشوط بالشاهينية، شندارة من الجانب الآخر، ناصر بن حمد الكربي يقدمها بمستواها الراقي والمتعودة عليه، ولكن من الجانب الآخر نهب سعيد بن سالم الكعبي ياتي مع انطلاقة وجود نهب في المركز الثالث. بن 70 بخطى أيضا واثقة مع وجود وانطلاقة مشاهدين الأعزاء الشاهينية، خليفة بن 70 المحرمي يقدمها لتبدع كما أيضا كانت، كما أبدعت سابقا، كما قدمت العروض الممتازة. تهانينا لخليفة بن 70 المحرمي على اختطاف الشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم لسن الفطامين ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني شندارة ناصر بن حمد الكربي، والمركز الثالث كانت رهب سعيد بن سالم الكعبي. والتوقيت 2:15 ثانية. تهانينا والناموس.